المنفذ الذي فتح أبوابه لحجاج بيت الله الحرام منذ شهر تقريبا استقبل في هذا اليوم ما يقارب 14,000 حاج وحاجة قدموا خلاله من عدة دول عربية وإسلامية. كافة الطاقات والأجهزة تعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات وأيسرها لضيوف الرحمن من منطلق أن خدمتهم شرف وعز لحكومة هذا الوطن وشعبه الذي يحق له أن يتفاخر في ظل الإمكانيات التي سخرتها الدولة لضيوف الرحمن. في اقتراب نهاية موسم القدوم لحجاج بيت الله الحرام عبر منفذ حالة عمار، الآن في الأيام الأخيرة الحركة انسيابية لله الحمد وكثرة توافد القدوم، ولكن الحمد لله الحركة انسيابية نظرا لجهود الزملاء في كافة الجهات الرسمية ولاسيما المديرية العامة للجوازات اللي هيئت كافة الوسائل البشرية والفنية لإنجازهم على الوجه المطلوب إن شاء الله. من يرى مشهد العاملين في داخل المنفذ يرى بصدق كم يعتزون بخدمتهم وبكل سرور، ومن لا تحمله قدميه لإنهاء الإجراءات يسارعون لخدمته دون أن يكلف نفسه عناء ذلك. حاب أشكر خادم الحرمين على الجهود الجبارة وعلى النشاط اللي بالفعل برفع الرأس، وعلى الترتيب وعلى النظام اللي ماشيين فيه، الكل كلهم بيشتغلوا فريق جماعي. يعني أنا كنت في أمريكا، اللي الآن عم بشوفه هنا والله أفضل من أمريكا بالنسبة للنظام. سعيد جدا وأتمنى لكل من بقي في بلادنا ولم يتيح لهم الفرصة لأداء مناسك الحج أن يوفقهم الله تعالى في السنة القادمة لأداء مناسك الحج. منفذ حالة عمار ليس إلا بداية لخدمة ضيوف الرحمن منذ أن تطع أقدامهم المملكة، لتمتد بعده سلسلة من الخدمات والاهتمام والرعاية حتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة وأداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة، ومن ثم حتى مغادرتهم أراضي هذه البلاد الطاهرة ليتم توديعهم بالابتسامة والتواضع كما تم استقبالهم بها. لا زال ضيوف الرحمن يتوافدون إلى منفذ حالة عمار لأداء فريضة الحج وسط تضافر جميع الأجهزة هنا، وشعارهم خدمة الحاج شرف لنا. ناصر العنزي، الإخبارية، من منفذ الحدود لحالة عمار، تبوك.